الحقيقة بعد ما أقيمت القرعة دوري أبطال إفريقيا دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، كان هناك كلام على أن يتم أنه سوف يتم تأجيل مباراة القمة ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك اللي كانت هتقام يوم 24، اللي هي بتكلم على الدوري العام المصري. يوم 20 السوبر هيتلعب، ولكن كان هناك مقترح بتأجيل مباراة يوم 24 في الدوري العام المصري لإفساح المجال للنادي الأهلي ولنادي الزمالك للاستعداد لأولى المباريات في البطولة الإفريقية. ولكن أعلن الاتحاد المصري عزمه على إقامة مباراة النادي الأهلي والزمالك ضمن مسابقة الدوري الممتاز المحدد لها يوم 24 فبراير الحالي في موعدها المعلن دون أي تأجيل. وبالتالي ده بيان رسمي من الاتحاد، وبالتالي المباراة حتى هذه اللحظة ستقام يوم 24/2 القادم بعد مباراة السوبر المحلي التي ستقام إن شاء الله في مملكة الإمارات أو الإمارات العربية المتحدة اللي هتقام إن شاء الله يوم 20. 24 ده هيتأجل ولا مش هيتأجل؟ اتحاد كرة القدم نزل بيان قال إن هو لن يتم تأجيل هذه المباراة، وإن المباراة دي سوف يلعبها النادي الأهلي ونادي الزمالك.